خلل في حياة بعض المسلمين، وهو إعطاء القداسة إلى أمور لا قداسة لها. يعني مثلا من باب المثل، نحن حينما ندخل في حياة المسلمين في معتقدهم أو في عملهم، نجد أنهم يعتبرون بعض الأمور مقدسة لا يرقى إليها الخطأ، في حين أن تلك الأمور ليست لها قدسية. لماذا؟ لأنها مجموعة من آراء الرجال، وآراء الرجال كما يحتمل فيها أن تكون متطابقة مع الواقع، يحتمل فيها أن تكون مخطئة، وإعطاء القدسية إلى آراء فيها احتمال الخطأ أو الصواب، هذا نقطة ضعف وليست نقطة قوة. وكثير من المشاكل التي ابتلي بها المسلمون في العصر الحاضر نتيجة إعطاء القدسية لبعض الآراء بدون أن تكون تلك الآراء آراء من القرآن الكريم أو أقوال المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وإنما آراء بعض الأشخاص. هذه الآراء ارتآها ذلك الشخص قد يكون مخطئا في رأيه، وفي كثير من الأحيان ثبت الخطأ وثبت معارضة ذلك الرأي للقرآن الكريم أو لصريح والثابت من سنة رسول الله والأئمة المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك هذه القدسية لها، وبحيث أن أشخاص مستعدون لأن يخالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى لكي لا يتخلوا عن رأي شخص من الأشخاص ممن يقدسونه ويقدسون رأيه.